رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وبنرحب بضيفنا الغالي عندنا المستشار ايمن محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، نورت البرنامج يا فندم، وسعداء جدا بلقائك دايما معانا في برنامجنا سكرين شوت. اهلا وسهلا بيك. شكرا يا فندم. بس هستاذن حضرتك ان احنا لينا رجاء لينا كلنا، وحضرتك طبعا مأيده معانا، ان احنا نطلب الدعوه بالشفاء للمستشار الدكتور الاعلامي اي ابراهيم الطنطاوي، لانه نظرا لتعرضه لوعكه جامده شويه. فبرجاء برنامج سكرين شوت والمشاهدين بتوعه يدعوا له بالشفاء. وفي كلمه يحب يقولها المستشار ايمن للاستاذ ابراهيم او الاعلامي الكبير ابراهيم الطنطاوي. الإعلامي إبراهيم وهو معانا على صورته موجودة معانا على الشاشة. الإعلامي إبراهيم طنطاوي أخ وصديق لينا، ويعني بيمر بوعكة صحية. احنا مش عايزين نبدأ البرنامج بمأساة، بس احنا عايزين نبدأ بإن كل المشاهدين يدعوا له، يمكن حد من المشاهدين تستجيب الدعوة منه أو احنا كمان ندعي له، يمكن ربنا يستجيب دعوة من دعوات السادة مشاهدي برنامج سكرين شوت انه يشفي الاعلامي الكبير وينورنا دايما في حلقاتنا باذن الله. دايما ويشرفنا، وهو ضيفنا دايما، وهو ضيف عزيز هو علينا بصراحه، عظيم واحنا بنحبه طبعا يعني، وربنا يكرمه ويكمل الشفاء على خير باذن الله. باذن الله. ودعوتنا لحضرته بكل خير بامر الرحمن. ونرجع بقى لموضوعاتنا النهارده. موضوع النهارده حلقتنا حزينه شويه. طبعا انا يؤسفني في حاجه كده، تؤسفني جدا ان في مصيبه. احنا قلنا انا في نظري مش كارثه، هي مصيبه ان يحصل الحاجات الاباحيه او الافلام الاباحيه الموجوده دي في المجتمع القروي. المجتمع القروي يعني دين، اخلاق، قيم، مبادئ. ازاي في هذا المجتمع الجميل، المجتمع اللي احنا دايما بيبقى حريص على الصلاه والعبادات والالتزام، يحصل دي الفاحشه اللي حصلت خاصه باحمد ونهى؟ عايز حضرتك تتناول الموضوع وتقول لي ايه رايك فيه، وايه العقوبه اللي يعني حينالوها من هذا الموضوع. والله كلنا اصبنا بالذهول والدهشه من الفيديوهات اللي لقيناها على مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب والتيك توك وغيرها، لاسره قرويه او ناس قرويين بيعملوا افلام اباحيه وبيعملوا مشاهد انا يعف في لساني ان انا اذكرها او اوصفها للمشاهدين. ازاي؟ هي السؤال قبل ما نناقش هذه الفكره المجنونه اللي جات لهم، ازاي الفكره دي وصلت لهم في مجتمع قروي بيحافظ على الاخلاق والقيم والمبادئ؟ ازاي؟ وازاي نظره اهل القريه ليهم كل ده؟ لان هم تحججوا بالفقر وعايزين يكسبوا فلوس. يعني هو استاذ مستشار باذن حضرتك، يعني هم بيلتجئوا للموضوع دوت نظرا للعامل المادي، يعني هم معتقدين ان ده العامل المادي، ودي مصيبه اكبر. لان طبعا دايما بيقولوا في السوشيال ميديا ان دايما لما نعمل افلام ونعمل برامج ونعمل حينا المبالغ قد كده، فطبعا في حاجات كتيره جدا بتحصل مش حلوه ومش يعني مش قادر اتكلم فيها. فهو ده يعني المكسب المادي يعني. هما كما اعترفوا في التحقيقات ان كان الدافع الرئيسي ليهم هو طبعا الشهرة، وجرائم كثيرة ترتكب باسم الشهرة واللهسة نحو الشهرة، لكن هما كانوا بيقولوا وكانوا صريحين، قالوا احنا كنا بنبحث عن الثراء والمكسب المادي. رغم اني اصلا اللي انشأ هذه القناة في الاصل وتخلى عنهم بعد ذلك احد اعيان القرية، وكان يعني هو من القريه نفسه، يعني هو من القريه اللي انشأ القناه واكثر من قناه يعني على السوشيال ميديا لاحمد ونهى. كان في الاصل كانوا بيعملوها بماده الفكاهه، يعني عايزين يضحكوا يتسلوا كده، ثم بس ده مش ما فيهاش ضحك، دي فيها امانه نظر اباحيه ده في الاول. ومن انشأ هذه القنوات رجل من اعيان القريه، احنا مش عايزين نقول اسمها لانها قريه عريقه، واسم القريه ديت مشتق من اسم الراجل صاحب القنوات ديت. نيجي بقى لاحمد ونهى. احمد ونهى شبه ان هم انفصلوا وعملوا فيديوهات اباحيه بشان ان هم يعملوا زي انا مش عايز اقول الاسم يعني اللي هم وصلوه عشان الناس ما يبحثوش عنهم، زي افلام قصيره ان هم
افلام روائيه على التلفزيون وبها الصوره على الهواء. طبعا حضرتك هو شايفهم الصوره على الهواء دلوقتي ويتخللها بعض المشاهد الاباحيه زي ما هم لابسين هدومهم. هي طبعا اولاد ابليس زي ما بيقولوا. والله ابليس يعني ما كانش يتخيل ان هو يكون في القريه المصريه. في القريه المصريه احنا زعلنا كله ان النابع من القريه المصريه. هو ده الاسف، هو ده الحزن فعلا. وازاي اهل القريه سمحوا بهذه المهزله تحصل في قريتهم، ودي قريه زراعيه نائيه اكيد لا علم فيها، لان القرعه دايما بتلتزم بحاجات جميله، فاحنا مش هنقول القريه تبقى على علم بيها، استحاله اكون على علم بيها يا استاذ. طب وهذه الفتاه التي فرطت في شرفها وفي عرضها وجلبت العار لاهلها، قبل ما نتكلم عن العقوبه القانونيه لازم نتكلم على العقوبه الاجتماعيه. فين اهل القريه دي اللي بيتسموا بالشهامه والاحترام لما شافوا هذه الفيديوهات من هذه الفتاه التي فرطت في شرفها؟ وكمان احمد ده عايزين نقول للناس ان هو كان يعني مسجل خطر، طبعا باين من لبسه وشكله ان هو مسجل خطر. الاباحيه دي ازاي تغزو القريه المصريه؟ وفين الرجاله وفين العمده بتاع القريه وفين الناس اللي سمحت بهذه الفيديوهات؟ بتتفرجوا وتسكتوا؟ هو احنا الشعب المصري هيتفرج ويسكت على المهازل دي؟ احنا كده مش بنتم الشعب المصري. احنا بنقلد بيقلدوا الغرب يعني ولا ايه بالظبط يعني؟ بس مش في القريه المصريه. مش في القريه، هو ده بقى الزعل الجسيم اللي احنا بنقول عليه، اللي في القريه المصريه. قريه زي ما قلت حضرتك، الفتاه انت عارفه وكل المشاهدين عارفين، الفتاه في القريه بتحافظ على ان هي على النظره على طبعاً الكلمه طبعاً. ان ما حدش يلمس او يتكلم فيها. ده انا ده ست المستشار ده دايما لما بيقولوا احنا عايزين نجيب لك عروسه، نجيب لك عروسه من الارياف. من الارياف ما تعرفش حاجه، يعني معنى الارياف يعني خام، يعني واحده طالعه من بيت اهلها ما تفقه شيء غير الدين والقيم والمبادئ، فازاي وصلت عندهم الاشياء القبيحه دي؟ فطبعا ده حاجه جسيمه. هو البحث واللهث، احنا بنحزن على حاجه نحو الشهره والمكسب المادي. وانا عايز اقول للساده المشاهدين ان ما تصدقوش بعض المواقع وبعض احنا معانا دلوقتي مداخله من استاذ طه هاشم الصحفي المعروف. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا استاذ طه. مساء الخير يا استاذ طه. ازيك يا استاذه نيفين؟ ازيك يا سياده المستشار؟ ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضراتكم واهلا بكل الساده المشاهدين والمتابعين. اهلا بحضرتك يا فندم. ايه راي حضرتك في المشكله الجسيمه دي، الكارثه دي بتاعت احمد ونور؟ هي زي ما حضرتك بتقول الكارثه، بس انا بحب اوضح في الاول انه الجريمه دي لا تعبر عن الشعب المصري ولا عن عاداتنا ولا عن تقاليدنا. احنا عندنا عادات وتقاليد نتبع التعليمات الدينيه سواء كنا مسلمين او مسيحيين. هي جريمه زي ما حضرتك بالظبط وصفتيها، جريمه غريبه على مجتمعنا، وخاصه لو كانت في منطقه ارياف زي البحيره، مركز حوش عيسى، كل القرى طبعا، وحضرتك عارفه انه الحاجات دي في القرى يعني مش مستحبه اصلا. طبعا. بحب بس اوصل معلومه للساده المشاهدين انه الفيديوهات دي بيقوم ببطولتها ثلاثه، احمد ونهى ونادر. اللي هو نادر اللي هو بيقوم بطل الافلام دي، هو اللي بيقوم بيها باسم احمد. طبعا بداوا هم من فتره، من حوالي شهر 7 اللي فات، القناه اللي هم بيبثوها على موقع اليوتيوب. الغرض الاساسي منها كان جذب عدد كبير من المشاهدين وتحقيق ثروه كبيره. هم شايفين يعني حتى في اعترافاتهم قدام جهات التحقيق وقدام رجال المباحث بيقولوا ان احنا هدفنا ان احنا نكون اغنياء، مش هدفنا حاجه كسب مادي يعني. هدفهم كسب مادي عن طريق الاباحه يكسبوا ماديا يعني؟ ده راي حضرتك ايه يعني في الموضوع اصلا؟ انا عايز الاستاذه نيفين عايزه تقول لك يا استاذ طه، باعتبارك رجل ناجح وصحفي مرموق من صحفيين مصر الكبار، وانت اساسا ريفي ومرتبط جدا بالقريه المصريه في صعيد مصر، ازاي شايف الحادثه دي باعتبارك رجل من ابناء القريه؟ ابناء القريه يعني ازاي؟ وفين اهل القريه؟ انا شايفها يا فندم جريمه تاتي استكمالا لجرائم كتير شفناها على الانترنت. للاسف المقاطع اللي بتبث سواء على اليوتيوب او على التيك توك او على اي التطبيقات الثانيه في الفتره الاخيره فعلا محتاجه مراجعه، محتاجه عقوبات تكون رادعه، ما تخليش ناس تعمل كده، لانه للاسف اغلب اللي بيعملوا الحاجه دي فاكرين انهم طالما لابسين ومش
ومش قالعين هدومهم خلاص كده هيعدوا من العقوبة الجنائية. لا للأسف أغلب الفيديوهات دي بتقدم محتوى جنسي، بتقدم محتوى إباحي، حتى لو كان أبطال الفيديوهات دي بيرتدوا ملابسهم كاملة. طب رد فعل القرية إيه؟ احنا ما جاوبتش على السؤال صح. يعني رد فعل القرية من خلال الأهالي. رد فعل الأهالي وتواصلنا معهم في صدمة كبيرة جدا من الأهالي هناك. هم الأهالي على فكرة حذروهم قبل كده، لأنه حتى اللي بيقوم بدور البطل اللي هو أحمد في الفيديوهات كان بطل على قناة تانية اسمها قناة زموط قبل كده، وكان بيقدم فيديوهات كوميدية وفيديوهات ناجحة وكان ليها متابعين كتير، وكان فيها أبطال كذا، كان يعني معاك عدد كبير من الشباب بيمثل فيه، وكانت بتعبر عن أهل القرية وعن عاداتهم وتقاليدهم. للأسف أحمد شاف الفيديوهات اللي بتبث على المحتويات التانية، شايف انه كده هيعمل فلوس اكتر وانه هيبقى غني. من شهر 7 اللي فات اتجه عرض على البنت اللي هي بتظهر معاه اللي اسمها نهى، انهم هم يعملوا فيديوهات على قناه ثانيه. طب فين اهل البنت اللي اسمها نهى دي؟ مادي اكبر دي، فين اهلها؟ وفين الناس اللي ساكنين جيرانها في قريه صغيره؟ انا عايز اعرف دور الاهالي ايه؟ دور الناس ايه هناك؟ رايهم ايه؟ وراي الاهل القريه واهل وملهاش اهل، ملهاش ناس يخافوا على شرفها؟ اذا كانت هي بتفرط في شرفها ملهاش اهل، هو احنا بقينا سلبيين خالص يا استاذ طه؟ يعني من كلام الناس انهم هم بينتموا لعائلات عريقه وعائلات كويسه جدا، اللي هناك كله العائلات ملتزمه الصمت حاليا، طبعا دي فضيحه بالنسبه لهم. ساكتين يعني، هم مش قادرين يتكلموا، يعني هم مش قادرين يتكلموا. يعني زي ما يكونوا اتصدموا. للأسف الناس حذرتهم كتير، بس برضو ما كانش في فايدة. قالت لهم انه الفيديوهات دي يعني ما بتعبرش عننا، حتى انه اصحابهم في الفيديوهات اللي كانت تبث قبل كده على قناة زموط اتبروا منهم وما رضوش يكملوا معاهم في الفيديوهات وبس. للأسف اول ما الانسان بيكون هدف الربح او هدف الفلوس دايما بيعمى عن العداء عن التقاليد. هو عاوز يوصل هو عاوز يوصل للفلوس بأي شكل، ما يهمهوش عادات ولا تقاليد. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. طب رأي حضرتك ايه؟ انا عايز اعلق تعليق اخير. يعني رأي حضرتك في الموضوع بالظبط؟ انا رأيي ان الشعب المصري لما يشوف منكر زي ده ما يبقاش واقف سلبي، وما يقولش ان ده محتوى للمكسب. في بعض المواقع قالت ان هم كسبوا 4 مليون و5 مليون، لا الكلام ده ما حصلش خالص. واحنا حسبنا الفيديوهات ديت اكتر مكسب ممكن يكونوا وصلوا له بهذه الفيديوهات ما يزيدش عن 20,000 جنيه، يعني 10,000 لكل اقل من 10,000 جنيه طبعا، يعني ما يسويش انك تبيع شرفك عشان 10,000 جنيه. واحنا بنقول للناس من راى منكم منكرا فليغيره، بيدي ان لم يستطع فلساني، وهذا اضعف الايمان. لا ده بقلبي بقى، اللي هيسكت بقى هيسكت بقى. انا عارف الناس كلها كانت رافضه، بس لازم كان على الاقل الناس قدمت بلاغات قبل ما مجرد بس تزور هذه الفيديوهات على الشاشه. ماشي يا استاذ ايمن، هننتقل لنقطه تانية برضو في نطاق او في سياق هذه الموضوعات، وطبعا دي مشكله برضو انا بقول انها مصيبه تانية. النهارده يوم المصايب. احنا بدأنا عيد الحب بعد كده دخلنا في المصايب. المصيبه التانية دي طبعا مصيبه اخلاقيه وصادره من ناس ليهم مراكز مرموقه. انا طبعا مش هذكر يعني تخصصاتهم بالذات، بس هم قاموا بفاحشه مع بنت مارينا، منطقه مارينا طبعا، واللي حدث فيها، والبنت اللي اغتصبت وكانت طبعا نرجع عن عوامل، يعني عوامل صعبه جدا، عن شغل وتعالي على تشتغلي، وبعد ما تشتغلي اقعدي شهرين، وبعد ما تقعدي شهرين صاحب المكتب يقول لها تعالي عندي اجتماع هنا، وبعد ما يروح الاجتماع يجيب حاشيه من صحابه ويقوموا باغتصابها، اغتصاب فاحش ومرحله صعبه جدا جدا. وبكل اسف بكل اسف اللي قام بهذه العمليه ناس ليهم مراكز قويه جدا، بل احنا نحتمي وراهم، يعني احنا نبقى هم حمايه لينا. مش هقول اكتر من كده، وهسيب راي للاستاذ ايمن يتكلم فيه. اتفضل يا استاذ ايمن. زي ما حضرتك وضحتي للمشاهدين قصه فتاه مارينا، ان صاحب شركه اقنع السكرتيره بتاعته ان هو في رحله عمل، فراحت معاه فاتنه يعني بنت فائقه الجمال
راحت معاه قال لها الحجز في الفندق تعطل، تعالي نقعد في فيلا خاصه انا موضبها او مأجرها يعني لهذا الحدث يعني. فوجئت البنت ان هذا الرجل وبعض الناس الاخرى التي لها مناصب مرموقه، وعايز اقول في النقطه ديت ان المنصب المرموق لا يمثل الا صاحبه، ومفيش مجتمع ملائكي كله ملائكيه يعني، واي انسان مهما كان منصبه ومهما كان شغله هو اذا اساء فهو اساء لنفسه فقط وليس اساء للمهنه. فممكن يكون في جميع الطوائف وجميع المهن، محامين، دكاتره، صنايعيه، فيهم ناس سيئين. انا بتكلم بس هو بيختص بحاجه مهمه. أيوة يعني احنا كلنا بنحتمي فيها يا استاذ ايمن، يظهر محامي فدي بتبقى صعبه. يعني انا باجي احتمي بحضرتك في مشكله ما واقول لك انا حصل معايا كذا، يبقى انت هتحميني احتراما، مش تكون انت اللي يعني. ايوه هما مناصب مرموقه جدا. نتكلم يعني نتكلم اكتر من لازم يعني كبيره يعني، بس احنا عايزين نقول ان هو المخطئ لم يخطئ الا في حق نفسه، وطبعا جهه عمله هتفصله تماما يعني. فلا كل اصحاب الشركات وحشين ولا اصحاب المراكز المرموقه وحشين، لا ده واحد اخطا، كله بقى يطلع محامي، يطلع دكتور، يطلع ايا كان، احنا مش هنحسبه على مهنته، احنا هنحسبه بس على خطأه. ارتكبوا جريمه الاغتصاب الكامل لهذه الفتاه، ثم عرضوا عليها مبلغ خيالي ما تحلمش بيه اي فتاه، ان هم 7 مليون جنيه علشان تتنازل. ده اعلى كمان، وصل كمان الرقم 7 مليون واجبروها ان هي تتوقع على عقد زواج عرفي. ده كل ده عشان مراكزهم، يا ده اغراء لمراكزهم يا استاذ ايمن. يعني طبعا دي حاجه ده 7 مليون دول يجوزوهم الاربعه ولا الثلاثه اللي عملوا الفيلم دوت، يجوزوهم يعني 4 ستات، يعني الاربعه يتجوزوا 4 ستات. ما حلت فيعني بويل حلال. حلت لكن هم طبعا في ناس كده ضمائرهم ميته ويعشقوا الرذيله ويعشقوا الاجرام بطبعهم، هم طبيعتهم كده مهما كانت مراكزهم. حاولوا ان هم يمضوها على زواج عرفي عشان لو حتى ان هي بلغت فيقولوا ده احنا متجوزينها، او واحد يعني متجوزها يعني، بس انت مش متجوزها انت واصحابك. طبعا البنت رفضت هذا المبلغ الخيالي وقدمت بلاغ للنيابه العامه. النيابه العامه على الفور. انا عايز بقى اقول حاجات بقى اندماجك الجميله. لا راي القانون ايه في الموضوع ده؟ راي القانون العقوبه تصل الى الاعدام. يعني ده هيطبق بالفعل؟ طبعا. ولا هتيجي برضو ثغرات بقى يعني بقى. الثغرات اللي هتضيع الدنيا. لا هنا بقى الادله والبراهين التي تقنع المحكمه والادله ثابته ويقينيه، وصدر بيها اعترافات للمتهمين. واحنا عايزين نقول انا هقول لحضرتك حاجه، احنا كلنا منتظرين العقاب، لان البنت دي ممكن تكون بنتي، بنتك، بنت اي حد في مصر. انت دايما بتستعجلي العقاب، لكن انا عايز اقول مصر مش للبيع. اقول على حاجه تانية اهم، وبرده ولادنا مش للبيع ولا للظلم، لان برده كانت ممكن هي راحت ارتداء لشغل، يعني هي راحت عشان شغل. ايوه فما يكونش نتيجتها ضيع نفسها. لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل حضرتك. اول حاجه هناك خطا على البنت، خطا شنيع، وخطا على اهلها. ازاي اهلها يسمحوا الفتاه ان هي تروح في رحله عمل غير مؤمنه ولوحدها يعني؟ فده خطا شديد من البنت واهلها. لكن البنت احنا بنحييها وهي ضحيه، احنا مش هنكون جلادين عليها اكتر من الذئاب البشريه التي اغتصبتها. لكن احنا عايزين نقول حاجه مهمه، ان هي برضو ما خدتش المبلغ الخيالي دوت وسكتت، لا هي بلغت، لان الشرف اغلى. وبنقول لي احمد ونهى الشرف اغلى. ما هو ده بقى استاذ ايمن، ما هو ده حضرتك بقى انت قلت كلمه كده، انت بتقول ايه؟ احنا بنقول الاهل هم سمحوا كده. هي لو كانت الاهل متساهلين ما كانوا سمحوا وقبلوا بالمبلغ ده، لكن هم ما تساهلوش، بالعكس. احنا يعني هم بنحذر ولادنا ونحذر شبابنا، مش لازم تثقوا الثقه العمياء في الغير. نتضامن معاها كلنا يد واحده طبعا. وبعدين برضو عايزين نقول ان الجانب المستنير، الدوله وقفت وقفة يعني أنا بديها كل احترام وتقدير للنيابة العامة، إن هي ما بصتش لمراكز الناس المرموقة ومدى نفوسهم، وطبقت القانون بحاجة طبعا. وإن شاء الله أنا بهو بتوقع الحكم على جميع المتهمين بالإعدام شنقا، لأنهم اغتصبوا هذه الفتاة وخطفوها بالتحايل
بالخطاب الخاص وبالتحالف. احنا منتظرين طبعا الخبر بلا ده جدال. احنا منتظرينه يعني بفارغ الصبر. الحكم مفيش حد فوق القانون. انتوا ما تعرفوا مراكزهم المرموقه ومدى نفوذهم ومدى اموالهم، لكن قدام القانون مفيش حد فوق القانون، ومفيش حد مظلوم هيبات النهارده وفي قضاء عادل وشامخ يديله حقه. وانا بقول والتصريح ده على لساني وخدوه، الاعدام شنقا لجميع المتهمين. واحنا بنناشد حضرتك وبنأيد حضرتك وبنقول ولساننا معاك، احنا بنناشد بالاعدام شنقا حق هذه الفتاه إن شاء الله. وحق لكل فتاه تتعرض لاي حاجه من الاغتصاب، وبنقول لكل اسره نخلي بالنا من ولادنا، مش مجرد ما يجي شغل او حد شغل شفناه على النت مقاول عايز شغل، شركه عايزه نبعت ولادنا اشتغلنا شهر اتنين تلاتة بندي الامان لاولادنا، بعد كده بيضحك عليهم، طب تعالى في اجتماع في المكان الفلاني، طب في اجتماع في الحته الفلانيه، البنت بتاخد الثقه مره واتنين وتلاته، وهوب لما يجي يكون مدير المكان يقول لها تعالى الحته الفلانيه خلاص انا وثقت، ده زي بابويا زي اخويا زي عمي. فما ينفعش. اتمنى من كل اسره تخلي بالها من ولادها وعينها دايما على ولادنا وعلى بناتنا، وربنا يحفظ كل بنت ويسترها مع بناتنا جميعا. وننتقل بقى لخطوه تانية، خطوه بقى جميله دمها خفيف، موضوع بقى تاني حلو جميل قوي كده. موضوع بقى الله يرحمه الراحل الجميل شعبان عبد الرحيم. الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا انا كنت بحبه جدا وكلنا كنا بنحبه، كان شخصيه دمها خفيف علينا الله يرحمه. فطبعا ظهرت حاجه جميله جدا ان هو بيقول مش جميله خالص. لا ما انا بتهري ان هي واحده يعني فنانه لبنانيه بتدعي انها زوجته وبتطالب بالميراث في حقها مع اولاده. هل دي حقيقه؟ وهل في وثائق بالفعل ان الفنانه اللبنانيه دي متزوجه من شعبان عبد الرحيم، ولا ده كلام ومفيش اي وثائق تدل على اثبات هذا الموضوع؟ والله الراجل شعبان عبد الرحيم الراجل البسيط الغلبان الجميل الطيب المكوجي المحترم، ان الشهرة بتلهس وراه سواء كان عايش او كان ميت. شايفين الشهرة؟ الشهرة هي رزق، ورزقك اللي بيجري وراك، ورزقك هيجري وراك حتى لو انت ميت. فشعبان عبد الرحيم رغم انه مات وكلنا برضو بقينا نسمع اغانيه ونترحم عليه، وعلاقتنا الانسانيه الجميله بعم شعبان ما زالت موجوده وبنترحم عليه. الف رحمه ونور تنزل عليك يا عم شعبان. الشهره بتجري ورا عم شعبان وبتجري بتجيله النهارده من لبنان. يعني دي شهره توفي يعني ولا حقايق؟ ما عشان برضو ما يعني الشهره بتجري ورا الواحد حتى وهو ميت، الرزق بيجري وراك، الرزق مكتوب لك حتى وانت ميت. طيب يا استاذ ايمن وضح لنا دي حقيقه ولا خيال؟ لا انا ما لسه في وثائق تثبت ولا لا؟ الفنانه اللبنانيه اللي ادعت ان شعبان عبد الرحيم متزوجها وكان زوجا لها، وان هو كتب لها بعض ميراث او كتب لها بعض التركات او هي بتطالب بالميراث، هي ادعت ذلك، واولاد عم شعبان عبد الرحيم قالوا انا نفوا هذا الكلام، وهي لم تتقدم لاي جهه قضائيه او جهه. طب احنا معانا مداخله مع استاذ اسلام خليل الشاعر صديق الراحل شعبان عبد الرحيم. مساء الخير عليك يا فنان. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه رايك في الشهره اللي بتجري ورا عم شعبان حي وميت؟ طب اسلم عليكم الاول بس. ازيك يا استاذ نبيل؟ ازيك يا استاذ ايمن؟ ازيك يا فنان؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ اسلام؟ قول لنا بقى ايه رايك في المشكله الجميله اللي طلعت دي؟ هو ما فيش مشكله. ده موضوع شكله كده كان هزار وقلب بجد. يعني شكله كده كان هزار، او حد مثلا حب يعمل حاجه يستخف بيها دمه شويه وراحت قلبه بجد. ومفيش اي حاجه من دي اساسا اصلا، ولا في عم شعبان طول عمره بيحب الحاجه الله يرحمها. تمام. وعمره ما بص لحد، اشتغل في اماكن كتير وسافر سفريات كتير وشاف كتير، وعمره ما جه باله الموضوع ده خالص، ولا انه يتجوز ولا يعرف. ثاني حاجه عم شعبان، انا معاه بقالي مثلا 25 سنه، وفي كمان مدير اعماله اسمه وحيد معاه برضه بقاله 40 سنه. طب ما هو عم شعبان ده لو هيكتب حاجه لحد يعني من املاكه ما كان كتب لنا احنا. يعني ايه يعني الموضوع ده مش صحيح؟ يعني هل في زواج ولا في زواج؟ يعني هو متجوز ولا مش متجوز؟ لا يا
ما فيش كلام من ده خالص، وانا زعلان وحزين ان انا يعني مداخله زي دي ولا خبر في جورنان ولا برنامج انا طلعت فيه لسه من كام يوم. رغم ذلك انا زعلان، لان المفروض انا اطلع اتكلم في الفن في الغنى، انما اطلع اتكلم في اشاعه. لا لا هنستضيف حضرتك تاني، خلي بالك في مره تانية، او نضيفك عندنا معانا تكون ضيف مفيش مشاكل وتقول لنا الشعر والحاجات الجميله بتاعت حضرتك. بس احنا دلوقتي في حاجه عايزين نثبتها، يعني هل موجوده ولا مش موجوده؟ بصفتك ان انت صديق صديق الصدوق للمرحوم طبعا شعبان عبد الرحيم، فحضرتك بتنكر ان هو مفيش حاجه، وده طبعا حاجه جميله بس يعني. عايزين نسالك سؤال يا فنان، ازاي اقحموا اسمك في الموضوع؟ يعني انا شفت ان انت اسمك اقحم في هذه الشائعه الغريبه يعني. يا عم ايمن، انا مش صديق زي ما الاستاذه نيفين بتقول، انا يعتبر ابن عم شعبان، ابنه. يعني انا ابنه بحكم السنين اللي عشتها معاه. خلي بالك حضرتك انا بقول لك صديقه الصدوق، يعني مفيش اكتر من كده، يعني حاجه قريبه جدا. يعني دايما تقول في صديق صدوق اللي هو مفيش بعده، فبالنسبه لي انا الكلمه دي ان طبعا انت اقرب واحد بالنسبه له، وهو بيقول اقرب من اولاده كمان يعني. ايوه زي ما انت بتقولي، انا عم شعبان فنيا ملكي او بتاعي، حياته معايا انا، اجتماعيا مع اولاده واسرته. فانا ثلاث يعني 99% من وقته عم شعبان مقضيهم معايا. فانت عارف كل خطواته يعني. نعم، وشخصيته عارف كل خطواته. تمام، شخصيته ما تقاهلش، يعني ما تقولش ان شخصيه زي دي تعمل حاجه زي كده، يعمل حاجه زي كده، بخلاف ان هو يعني مثلا هيخبي عليا انا اذا كنت انا يعني في بيني وبينه حاجات ما اطلع بقى اقولها. طب ما انا متصور معاها صوره ابقى ابعتها لكم، يبقى ان شاء الله بعد كده ابقى اكتب لها حاجه من املاكي بقى عشان انا اتصورت معاها. يعني هو دي كلها اشاعه. اشاعه وعيب يعني. وبعدين اللي يضايق ان اشاعه من واحده مش من مصر، يعني انت ضيفه وانت بتيجي ضيفه وعايزه تتعرفي وتشتهري، اشتغل على نفسي، خش معهد موسيقى، ادرسي، برضه البحث عن الشهره، انما تروحي تطلعي اشاعه عشان تشتهري، مشكله كبيره ده. طب تقول لنا ايه يا فنان على اللهث ورا الشهره اللي بقى اصبح لهث بجنون؟ اي حد عايز يشير باي شكل نقول لهم ايه؟ طب انت قعدت 30 سنة بتكتب شعر والنهارده بقيت مشهور وقد الدنيا، يعني بمجهودك بتعب السنين وعرق السنين اللي انت تعبت فيه، هم عايزين يشيروا في يوم وليله؟ كله بقى عايز يشير يا استاذ ايمن، كله دلوقتي عايز يشير. يا عم ايمن، هم عايزين 30 يوم، شوف انت بتقول بقالك 30 سنة، دلوقتي اي واحد عايز يشتهر في 30 يوم مش في 30 سنة، في 30 سنة. الجيل اللي طالع كده كله. اللي تتصور صور مش كويسة عشان الناس تتكلم عليها، وانتوا عارفين طبعا مين. اللي مش عارف تطلع اشاعة، اللي تعمل معرفش حاجات مش كويسة، يخرب بيت ام التوك توك. شكرا لحضرتك، شكرا شكرا شكرا. طب الحمد لله ان طلعت اشاعه، وبنقول للشعب كله يعني اللي شايفنا والمشاهدينا واللي شايفنا واللي مش شايفنا ان طبعا دي اشاعه، صح كده؟ الحمد لله، الحمد لله ان هي طلعت اشاعه، الحمد لله ان عم شعبان برضو من الناس القلائل والرجاله النادرين والناس الجميله، هم مخلصين لزوجاتهم. بالظبط يعني هو طول عمره يعني احنا بنشوفه على المدى ان احنا نعرف شخصيته جميله وحبوب لبيته واهل بيته. طيب في موضوع بقى شغل الراي العام سياده المستشار، وطبعا حضرتك كنت فيه سلبي قوي يعني عادي، انه يعني موضوع مهم يعني، كنت يعني كده يعني مش ازاي انا عندك السلبي؟ لا في الموضوع ده كنت سلبي. يا سلام، طب نعرف ايه الموضوع الاول؟ ان احنا عايزين يلغوا الشهر العقاري. يلغوا الشهر العقاري يعني التوكيلات في الشهر العقاري، يعني ازاي دي بقى؟ لا اولا انا اشرحهالي لان جت في فهمتي غلط. لا كل الناس قالوا او بالفعل كان في مكتوب ان حضرتك عايزين يلغوا التوكيلات، وانت كان ردك سلبي يعني مش زي ما ازاي بتنفعل، لا ازاي وليه وعشان ايه، ودي طبعا شغلت الناس ازاي، ده رد الفعل الهادي ده مش رد المستشار ايمن. فقول لنا بقى ليه كده كنت هادي قوي يعني. اولا ده قرار من مصلحه الشهر العقاري بالغاء التوكيلات بالإرادة المنفردة. يعني إيه؟ يعني اللي عمل لك توكيل ممكن يروح لوحده كده يلغوه لك، بس بشروط معينة يعني. ما يكونش إنه بس زي ما سألتك معانا مداخلة. ماشي، معانا مداخلة من الدوابة. الدوابة المحامية من أسوان.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحتي ممكن اعلق على موضوع القريه بس في نقطه معينه. اتفضلي حضرتك. حضرتك بس الاستاذ الزميل الفاضل بيقول اهل القريه ومش حضرتك، احنا دولة قانون، لازم الموضوع ده القانون هو اللي يشوف هل الموضوع ده كان صحيح بالتحقيقات والتحريات والصور والفيديوهات ولا لا، عشان الدنيا ما تبقاش فوضى. حضرتك لو الحكم الساب لاهالي القرى في كل مكان، اهل القرى فيه الكويس وفيه الوحش وفيه الحاقد وفيه كل مكان، فيه كل الالوان. يا استاذه يا محاميه، انا كل طلباتي ان الناس تعرب عن استيائها ورفضها لهذا هذا التصرف الغريب، وكمان لازم اقول لحضرتك ان حق التبليغ مكفول لكل مواطن يبلغ، وعايز اقول لحضرتك ان القانون رتب عقوبه على اللي يعلم بجريمه ولم يبلغ بها. فانا طلباتي من اهل القريه ان هم ما يكونوش سلبيين، ما قلتش دعوه للعنف، انا طبعا ضد العنف تماما، انت حضرتك فهمت تصريحاتي غلط. انا بقول لحضرتك الناس ترفض وتستاء وتبلغ. يبدو حضرتك تتاكدوا فعلا ان الحاجات دي كده ايه ده ده حاجات معطوبه على النت. بيروح حضرتك شوفيها الاول وبعدين قولي راي سعادتك يا استاذ. شكرا. العفو يا فندم. عفو يا فندم. زي ما بقول لحضرتك كده بنتكلم باني على التوكيلات في الشهر العقاري. التوكيلات في الشهر العقاري مصر، يعني ما تفهمش تصريحاتي غلط. هي انا ما شفتش ممكن هي القرية المصرية ان هي عايزه تقول برضو يعني بالراحه كده، هي عايزه تقول يعني ان لازم نتاكد بوثائق فعلا وحاجات حقيقيه. وثائق ايه؟ ايوه دي حاجات فعلا، ده كلام معروض على النت بالظبط، عايزين عشان بمشاهد اباحيه فيما معناه ان هي مش عايزين احنا ندي نقول ان الكرة كلها فيها حاجات زي كده. طب احنا ما بنقولوش طبعا كده، احنا كلنا زعلانين ان حاجه زي كده تصدر من قريه، عشان برضو يبقى بنعمل حجم لاي حاجه في كرة اخرى. يعني احنا بنقول لما اي القريه ليها تقاليد اخرى غير المدينه، واحترام جامد لكل الكرة، ولما المصرية. يحصل فيه خطا تمام، خطا الناس تستاء وتعرب عن استيائها وتبلغ السلطات. الاستاذه المحاميه بتقول فين الادله اكتر من الفيديوهات، وبعدين هم يعني هم اعترفوا على نفسهم كمان، يعني هم قالوا بنفسهم وفي اكتر من الفيديوهات، في اكتر من الصوره المصوره. نرجع تاني لموضوع التوكيلات. التوكيلات طبعا ده صدر قرار من مصلحة الشهر العقاري. انا قلت وصرحت في جميع مواقع مصر الكبرى وقلت ان هذا القرار اصاب الناس ببعض التخبط وبعض سوء الفهم، وشايف ان هو بيضر بالاقتصاد القومي. تمام. ده من وجهة نظري انا، لكن انا ليس لي سلطة على الشهر العقاري، انا مجرد بس انقل بس رأي القانوني. ببساطة شديدة بيقول ان التوكيلات التي لا تقع على مال، التوكيلات التي غير منصوص فيها بينهاها إلا بحضور الطرفين، يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة. أنا قلت إن الناس هتفهم هذا القرار خطأ وهيصيب الاقتصاد بالسلب، وقلت إن هم لازم يفهموا الناس يعني إيه هذا الإلغاء، وإن في بعض المعاملات التجارية بتقوم على في تحايل على بعض القوانين وبعض الروتينات في بعض البنوك بيتعمل بيها توكيلات. طب مش عايز افسر يعني عشان ما اشرحش الناس طرق التحايل، بس الامور دي اصبحت مستقره واصبحت عرف ماشيين عليه، ممكن تفتح باب للنصب وباب للتحايل عليه على الحصول على اموال الناس. فانا عايز اقول واكد ان هذا القرار كان متسرع، وان القرار ده لازم يراعى، ولازم ان احنا نفهم اخواتنا وحبايبنا ان هذا القرار مش هيكون التوكيلات بتتلغي بالإرادة المنفردة ولا اي حاجة، لا بالعكس، ده التوكيلات اللي هي فيها لا تنص على الغائها الا بحضور الطرفين او انهائها بعد موت الموكل. ثم هذه التوكيلات هتصيب بعض الامور بالشلل في اقتصاديات البلد، فانا عايز ان هذا القرار يعجل، يعني ان هو كانوا مستعجلين فيه، وان هذا القرار لابد ان احنا نشرحه للناس، وتصدر مصلحه الشهر العقاري بيان بشرح هذه الماده للناس عشان في حاله من التخبط مع الناس. طبعا حضرتك وضحت، طبعا هو استاذ ايمن مش سلبي ولا حاجه، هو وضح للجمهور. طيب انا طبعا النهارده استاذ ايمن هيشاركنا في ان احنا هنكرم اعضاء البرنامج اللي ليا الشرف ان هو يكونوا معايا،
بوجود معايا استاذ ايمن. قبل ما ينتهي البرنامج فاضل 5 دقائق، فعايزين نطلع فاصل ونرجع تاني نكرم مجموعه معانا جميله كده، الفريق بتاع برنامج سكرين شوت. تابعوني بعد